جماعة من المسودة يطوفون قريبا من هنا. هل شاهدتم ثلاثة رجال مجهولين يعبرون من هذه الأنحاء؟ أحدهم في عينيه مرض شديد وله جديلتان. هذا مكان يمر به كل أنواع الناس يا سيدي، والقوافل القادمة من مصر والذاهبة إليها، ونحن لا ندقق فيهم، فلنا عملنا هنا. ولكن ما شأن هؤلاء الرجال الثلاثة؟ ألم يصلك خبر الأموي الفار؟ عدو أمير المؤمنين أعزه الله، عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك. أما من يعرف خبره ويخفيه عنا فليس له عندنا إلا الموت ونحرق داره. وأما من دلنا عليه فقد استحق الجائزة 10,000 دينار. 10,000 دينار، هل تسمعون قولي أو الموت؟ لو كنا نعلم بهذا من قبل يا سيدي لتركنا أعمالنا وقعدنا في كل ناحية ندقق في العابرين. فمن يفوت على نفسه فرصة كهذه؟ 10,000 دينار، 10,000 دينار تغنينا عن الشقاء أبد العمر. كيف فاتكم الخبر ها؟ كيف؟ لا والله ما أنتم بأهل للنعمة، وإلا أنا بلغكم. اخرجوا بسرعة، لقد ابتعدوا. اخرجوهم اخرجوهم. سيد الامير، سيد الامير، سيد الامير، سيد الامير، تعال يا سيدي، سيد الامير، سيد الامير، حقا انت الامير عبد الرحمن حفيد الخليفة هشام. المعذرة يا سيدي، المعذرة إن كان قد بدر منا ما ليس يليق بحق الأمير إذ كنا نجهلك. بل طوقتم عنقي بدين لا أستطيع الوفاء لكم به أبد الدهر، وكان في وسعكم أن تسلموني بعد أن عرفكم القوم بي، وقد علمتم الجائزة على ما أنتم فيه من رقة الحال وقلة المال. وبئس المال الذي يسقط المروءة. قد أصابك؟ ليس شيئا، إنما هو خدش. اللعنة عليه، كما قلت ليس شيئا، ومع ذلك يحتاج إلى ضماد حتى لا يفسد. ادخلوا ادخلوا. كيف لم تصرخ إذا صابك؟ وأعطيه حاجته. اللعنة عليه.
كنا نحب أن تبقوا في جوارنا أياماً أخرى حتى تصح عيناك تماماً يا سيدي ويلتئم جرح خادمكم، ولكن لا آمن أن يرجع أحد أصحابنا بنفسه فتغره الجائزة ويطغيه الشيطان، فالتقوى تتقلب ولا يأمن الإنسان من الضعف ثم يلتمس لنفسه الأعذار. بلى، يقول في نفسه الأمير هو الأمير، كلهم سواء، وليس المقتول بأحسن من القاتل. ننطلق يا سيدي. كما نصحتكم يا سيدي، لا تسلكوا طريق البحر إلى مصر، فهو طريق المسودة، أما الصحراء فهي آمن لكم وإن كان طريقها صعبة، والتمسوا لكم دليلا من أهلها فهي غرارة. هل تقبل مني هذه الهدية يا أبا عثمان؟ هذا هو الحد بين المروءة والغرض، فأحسن الظن بي يا سيدي. أنت طيب القلب يا أبا عثمان، وأمثالك قلة في هذا الزمان. وداعا يا سيدي، كان الله معك في حلك وترحالك. سيدي الأمير، كلامي في تلك الليلة عن تجبر الخلفاء والسلاطين، لعلي قد غلوت يا سيدي وأسأت. لا تعتذر يا عثمان، فقد نطقت عن صدق وحق، فقد تعلمت منكم أشياء كانت أبصارنا منصرفة عنها. ونعم، إن السلطان يغوي أصحابه إلا أن يتداركهم الله برحمته، وهذا أبوك ما رأيت مثله في قصور جدي، فهو والله عندي خير من السلاطين. أعتني به وأحسن صحبته. نعم، فلنملي عيوننا من الشام، فهذا آخر عهد لنا بها. قفا وادعا شاما ومن حل بالحمى، وقل لشام عندنا أن يودع. والله إنها لأحب أرض الله إلي. الأندلس شبيهها كما يقال. وليس الشبيه كالأصل، ولكن نعم، نحملها معنا إلى هناك، فإن لم نكن فيها فهي فينا. ألا تكف عن هذا الصفير؟ الرحلة طويلة يا أبا شجاع، فوطن نفسك على احتمال صفيري أو جرب. قد يعجبك. لا يليق مع مروءة الرجال. وما مروءة الرجال التي يذهب بها الصفير يا أبا شجاع؟ تبسط يا رجل، تبسط. سبحان الله، كدنا نؤخذ مرتين أو ثلاثا وما زال الخطر يحدق بنا وتقول تبسط. وهل يرد القباد خطرا وإن كان العمر قصيرا وهو محفوف بالمخاطر؟ أفليس الأولى أن نغتنم لحظة الصفو قبل فواتها؟
على أنه لا فوت يا أبا شجاع، فإنه ما أخطأك ما كان ليصيبك، وما أصابك ما كان ليخطئك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وإني لأرى الأندلس وراء الأفق. أين نحن وأين الأندلس؟ هنا، هنا الأندلس. ولسوف يحقق الأمير غايته، ويصح خبر النبوءة فيه، ونحن معه نلزم ركابه. أليس كذلك يا سيدي؟ دعه يا أبا شجاع، دعه يسفر كما يشاء. هل سمعت الأمير؟ نريد دليلاً خبيراً بطرق الصحراء. أين وجهتكم؟ أرض مصر. أنا أقودكم. كم تطلب؟ 100 درهم وزاد الطريق وثمن الراحلة. يا أبا شجاع، قد خبرت الأندلس، فحدثنا عنها. عما أحدثك؟ سمعت أن في نسائها جمالاً فتاناً. ما بك؟ لا تقل لي إنك عشت فيها أعواماً ولم تلحظ نسائها. وما الذي ذكرك بالنساء الآن ونحن في هذه الصحراء الموحشة؟ سبحان الله، متى يذكر الإنسان الطعام؟ حين يجوع. ومتى يذكر المال؟ حين يفتقر إليه. ومتى يذكر أهله؟ حين يغيب عنهم. ومتى يذكر النساء؟ في كل الأوقات يا أبا شجاع، في كل الأوقات، ولكنه أشد ذكرا لهن حين يفتقدهن، وفي حال الوحشة، وعندما يكون في صحبة رجل مثل أبي شجاع. أي شيء أشبه بالمرأة من الصحراء؟ هل تجد أنعم من رملها؟ على أن أحمق الرجال من يغتر بنعومتها، فإن لم تحسن التأتي لها أردك من نفسها ما يهون معه بطش الرجال. رياحا سافية تعمي البصر، وشمسا حارقة، وعطشا قاتلا، وكثبانا تغير مواضعها، ورمالا تبتلعك بلا رحمة. أنت في حالك لو نظرت إلى أي شيء لوجدت فيه شبها بالمرأة، فالرغبة تفعل هكذا.
صدقت يا أبا شجاع، صدقت في هذه. النخلة طولها والمها عيونها والطبيعة التفاتتها. والمطر دموعها والعواصف غضبها والخزام أنفاسها وعود الخيزران قوامها وتقلب الليل والنهار تقلبها بين الإقبال والإدبار. وإن شئت زد. لا 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 تزد. ونعم الرغبة تفعل هكذا، بل تفعل كل شيء إذا اقترنت بالإرادة، فهما معا سيصلان بنا إلى الأندلس إن شاء الله، وعندها نعاين نساء الأندلس بأنفسنا ونستغني عن الخبر منك، فليس الخبر كالعيان. نعم ليس الخبر كالعيان. أنت بخير يا سيدي. ما خرج معنا إلا وهو يريد الغدر والسلب، قتله الطمع. لا بأس يا سيدي، سيجعل الله تعالى لنا مخرجا، إلا أن يكون قد كتب علينا الموت في هذه الصحراء. لا تتطير يا أبا شجاع. أتسمي هذا تطيرا؟ انظر حولك، ماذا ترى؟ ها؟ لا شيء، لا شيء. وكيف لنا أن نهتدي في هذا المكان وقد نفد الماء والزاد؟ ها؟ أرنا الآن فطنتك، أرنا أنت يا خينا. اصمتا. العفو يا مولاي. سيدي ألم أقول لك سيجعل الله تعالى لنا مخرجا؟ لا تشغل بالك. ليس التيه في القفار ما يشغلني، أنا لم أقتل رجلا في حياتي من قبل، أعني قبل ذلك الدليل الخائن. ذلك لأنك لم تحتج إلى قتل رجل قبل الآن.
الفرج، الفرج هناك، الفرج. هنا، قد أبصروا بنا. الحمد لله الذي ساقكم في طريقنا، قد غدر الدليل بنا وضللنا طريقنا. ما الأمر؟ ما شأنكم؟ نعم، الحمد لله الذي ساقنا إليكم، خشيت أن ينقضي النهار دون أن نخرج بغلة منه. أي غلة، دعاء الأبوين. من أين لكم هذا الجوهر الثمين؟ هل أنتم قطاع طرق مثلنا؟ لا تبدو عليكم سمات الثراء، هل معكم غيره؟ فتشوهم. دنانير ذهب؟ وما الذي يخرج رجالا بهذا المال إلى الصحراء؟ كان باستطاعتكم أن تخرجوا في قافلة محروسة. ما لنا وأسباب تعسكم؟ فإنها أسباب سعدنا. ما نصنع بهم؟ لا نفعل شيئا، الصحراء تفعل. بل نستطيع أن نصنع شيئا، نحولهم إلى مال، نبيعهم عبيدا. أوثقوا أرجلهم أيضاً. لا يحسن بنا أن نطوف بهم حتى نجد من يشتريهم، والرأي أن يبقى ثعلبة عندهم يحرص عليهم ونخرج نحن لنبحث عن من يشتري. هذا هو الفرج الذي صحت به. العفو يا سيدي، لو استطعت أن أفتديك بنفسي لفعلت. إيه، قل لي، ما ثمن الرجل منا؟ أطبق فمك. بمئة درهم؟ ها؟ ربما كان ثمني أنا، ولكن انظر إلى صاحب هذا. من يشتري كهنا مثله لا يحسن شيئا من عمل العبيد؟ والجواهر التي أخذها رئيسكم منا، كم ينالك منها؟ قلت لك أطبق فمك وإلا قتلتك. هيا اقتلني واخسر ثمن رأسي. ما بالك تقول ثم لا تفعل؟ ألأنك نذل جبان وتخشى إن قتلتني وضاع ثمني أن يقتلك رئيسكم ذاك؟ نعم نعم، هناك دائما قائد وأتباع. ألا تصمت؟ قطع الله لسانك. أفلا أدلك على خير من هذا؟ هل تحب أن تكسب أضعاف ما سلب منا رئيسكم؟ وتستطيع أن تستغني بها عن السرقة وقطع الطريق
بل تستطيع أن تشتري بها من الإبل ما يجعلك سيد عشيرتك، وتتزوج بها أجمل النساء وأعلاهن نسباً. 10,000 دينار، هل تسمع؟ 10,000 دينار. هل تعرف من هو هذا الشاب؟ إنه الأمير الأموي عبد الرحمن بن معاوية، حفيد الخليفة العظيم هشام بن عبد الملك. هل تعرف ماذا يعني ذلك؟ إنه عدو بني العباس، وهو فار طريد، وقد وضعوا على رأسه جائزة قدرها 10,000 دينار. 10,000 دينار على هذا الرأس. أيها النذل الحقير، كيف تشي بسيدك؟ لا والله ما اطمأنت نفسي لك يوما، وإن بدا منك غير الذي تبطن. اخرس أنت، أنا خادمه كما أنت، ولست أحرص عليه مني، ولكن أن يموت مولانا قتيلا بسيوف المسودة أكرم من أن يباع عبدا في الأسواق، وهو الأمير بن الخلائف. قد رأيت الجوهر، أذاك جوهر يكون مع غير الأمراء؟ لا بأس، هل أدلك على خاتمه الذي نقش عليه اسمه؟ إن كنت صادقاً فنعم. انظر تكة سرواله، فإنه يخفيه هناك. هيا، ما الذي يؤخرك؟ نحن في الوثاق، أليس كذلك؟ هيا، ما يوقفك؟ أنا نذل حقير، ما اطمأنت نفسك يوما لي؟ أظهر غير الذي أبطن؟ لا بأس، إكرام للأمير لا لك. كيف فعلتها؟ أعني وثاق يديك؟ قد ساعدني سرج الحصان أولا، ثم هذا الصخر. الحظ يسير في ركابك يا سيدي. وأي حظ ونحن ما زلنا نجهل موقعنا من الأرض؟ أفضل مما كنا نعرفه قبل لحظة. يجب علينا أن نبتعد من هنا قبل أن يعودوا.
تصمد هذه الخيول طويلا بعد الآن. لن يصمد أصحاب الخيول طويلا بعد الآن. نفد الزاد ولم يبق إلا الخليل من الماء، والدواب بدأت تنفض، ونحن العجلون كنا نتجه نحو غايتنا أم نبتعد عنها. أتجزع يا بشع؟ العفو يا سيدي، العفو. ما شاهدت صحراء كهذه، لم أرى حيوان يمكن اصطياده. هل تتوقع أن أكل من هذا؟ إنه لحم، وكانت العرب تأكل الضب في الصحراء. انقذت حياتي يا سيدي واحدة بواحدة حتى لا يكون لك فضل علي. لا يتفضل أحد على الأمير. Thank you.
لا أستطيع يا سيدي، لا أستطيع. قضي الأمر وجاء أجل. تابع السير دوني. إما أن ننجو معا أو نموت معا. هيا يا أبا الشجاع. سيدي، السراب هل يتراءى في غير الماء؟ ماذا تعني؟ يعني هل يمكن أن يتمثل السراب في قافلة ومال ورجال؟ ما أعلمه أن السراب لا يتمثل لشخصين بصورة واحدة وفي الوقت نفسه. أبا شجاع، أبا شجاع، اصمت يا أبا شجاع، لقد نجونا. أبا شجاع، القافلة. كأني رأيتك أيها الفتاة في مكان ما، ولا أذكر أين. هذا هو الأموي الذي يحيي دولة بني أمية في المغرب بعد زوالها في المشرق. لا أدري متى سأراك يا ولدي، وين إن كتب لي البقاء. ارجع يا هشام، ارجع يا اخي، ارجع يا حبيبي، ارجع هشام، هشام، هشام. بخير والحمد لله. الحمد لله. لن يطول الوقت حتى نبلغ فسطاط مصر. هل زرتموها من قبل؟ لا. لعل حظكم فيها يكون أحسن من حظكم في سيناء. إن شاء الله. ما
هل تظن أنه قد عرفك؟ لا أدري، ولكني أنا أيضا أتساءل، كأني رأيته في مكان ما. أخيراً! مصر!